السلام عليكم، كنت حابة أجاوب عن سؤال كتير بتسأله، إيه تركيز المعجون الأسنان المحبب لطفلي؟ عايزة أقول لكم إن الجمعية البريطانية لطب أسنان الأطفال بتنصح إنه الأطفال بعد عمر سنة نستخدم لها معجون تركيزه 1000 وحدة فلورايد، وللأطفال أكتر من سنة لست سنين، أكتر عن ست سنين نستخدم 1450 تركيز للفلورايد أو PPM. دلوقتي إيه اللي هيحصل لو إحنا عندنا طفل عمره 3 سنين مفروض نستخدم له 1000، بس أكشلي الطفل ده عنده تسوسات كتيرة قوي. الجمعية البريطانية برضو بتنصح إنه الطفل حتى لو عمره 3 سنين ممكن نستخدم له 1450 تركيز للفلورايد، بس كمية بسيطة نضحك على الأسنان ونغسل حلو. خلوا بالكوا إن الفلورايد بيقوي الأسنان وبيعزز مينة الأسنان وبيخليها مضادة للسوس. اللي أنا عايز أقوله إن في معجين كتيرة قوي ما عندهاش الكمية الكافية، فلازم ناخد بالنا إن إحنا نقرأ المنتج مكتوب عليه كام بالضبط قبل ما نشتريه. أنا بحب أسألتكم، ما تنسوش تسألوني. شكراً.